عايز ارجع تاني لماتش سان جورجو ده، ماتش كل الاهلاويه مستنينه. سمعت كلام عن ان بيرساتاو مش هيشارك الماتش اللي جاي. هو انا كان جالي كلام برضه بيرسا، هو بيرسا اتعرض لكدمه قويه من محمود جاد في ماتش المصري في منطقه يمكن يعني تحت العضله الاماميه كده وفوق الركبه بالظبط، وكانت مسببه له الام، وكان ما اتمرنش، اللعيبه الاساسيه ما اتمرنتش التمرين اللي هو بعد الماتش، وامبارح كانوا خدوا اجازه. النهارده في التمرين كان جالي كلام ان هو مش موجود او مش هيلعب، لكن انا اتاكدت ان بيرسا النهارده شارك في التدريبات الجماعيه كامله وخاض كمان التقسيمه كامله وجاهز لمباراه سان جورج، ومفيش مشكله خالص بالنسبه لجاهزيته الطبيه. يعني انا كان عندي كلام الصبح او بعد التمرين، التمرين كان الساعه 6، ان هو هيغيب وفي حذر ان هو ما يبقاش موجود، لكن يمكن من حوالي نص ساعه قبل ما اكون موجود مع حضرتك اتاكدت ان بيرستاو جاهز، والجهاز الطبي خلاص حط ان هو جاهز للمباراه، ووجوده من عدم واقف ايد مارسيل كولر. بيرستاو لعيب مهم جدا في ظل غياب رضا سليم، هيبقى موجود هو ناحيه اليمين بنسبه كبيره، عوده حسين الشحات تدي النادي الاهلي برضه قوه ناحيه الشمال، في وجود عبد القادر، وجود كهربا هيغيب عن النادي الاهلي مودست لانه لم يقيد في القائمه الافريقيه، هيلعب من دور المجموعات ان شاء الله. فوجود كهربا وعوده صلاح محسن، لان كهربا وصلاح محسن وحسين كانوا غايبين عن ماتش المصري باكتر من يعني بسبب الايقاف، فكهربا موجود في افريقيا كمهاجم، صلاح محسن هيرجع برضه بعد انتهاء الايقاف، حسين الشحات هيرجع بعد عدم خوض اللقاء المصري، فده هيدي الاهلي دفعه في وجود بيرستاو، هيدي الفرق تقل هجومي يعني. فنقدر نقول الاهلي كده ما عندوش اصابات الا ندفيد ومتولي والسوليه، هم اللي بعيد شويه، ومودست ورضا سليم 4 ايام ويبقى في الملعب ان شاء الله. هو اللي عرفته انه يعني ممكن 10 ايام، يعني 10 ايام يبقى موجود في الملعب. 4 ايام يا ابو علي. ابو علي اللي بيننا وبين بعض النزول الملعب. 4 ايام يا ابو علي. انا لسه متاكد من الكلام ده يعني، فهو هياخد حوالي وانا متاكده يا ابو علي 10 ايام كده ويخش جماعي ويشارك كوره وبتاع.